حياكم الله مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء. وفي عناوين الليلة نتابع: بدو آلية فض النزاع النووي مع إيران من قبل الأطراف الأوروبية، ضغوط على طهران خارجية وداخلية، فما هي السيناريوهات المتوقعة لمستقبل التوتر الأمريكي الإيراني والاتفاق النووي؟ حفتر يغادر موسكو خالي الوفاض رافضا التوقيع على تفاهمات تسبق مؤتمر برلين، فهل سيعود التصعيد العسكري للساحة في طرابلس أم أن لموسكو رأي آخر؟ تفعل الدول الأوروبية آلية فض النزاع النووي مع إيران، خطوة أوروبية تتبع تطورات وتحركات إيرانية متعاقبة احتجاجا على الانسحاب الأمريكي وعدم الوفاء الأوروبي بالالتزامات كما تقول طهران. لا ينفصل التصعيد حول الاتفاق النووي مع سياق توتر أمريكي إيراني وأحداث طائرة أوكرانية منكوبة لا زالت تقض مضاجع النظام الإيراني، فيما يواجه ترامب بداية محاكمته بخصوص اتهامات إساءته للسلطة. أما في العراق فمطالبات متكررة، منها ما يرفض الوجود الأمريكي ومنها من يعارض أي تدخل إيراني في البلاد. إيران بحالة استمرار حراسة عليها من أقطاب متعددة أوروبية وأمريكية وحتى داخلية، ما جعلها ترفع بطاقة التحذير في وجه الاتحاد الأوروبي من عواقب قراره الذي اتخذه فيما يخص إطلاق آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، إذ إيران تضيق ذرعا بالعقوبات الأمريكية المثقلة بها ولا ترغب في عقوبات أخرى من قبل الاتحاد. ومن جانبه دعم وزير الخارجية الألماني موقف الاتحاد الأوروبي بانتهاك طهران المتزايد وخروجها عن إطار الاتفاق. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لتشكيل آلية ضغط على إيران لردعها عن خطواتها التصعيدية بعدم التزامها بالاتفاق النووي الذي بات أقرب لأن يفرغ من مضمونه. فهاجس الخوف من اقتراب إيران من امتلاكها قنبلة نووية يحيط بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو رئيسها يأسر إلى كرسي الاعتراف قريبا بعد اجتماع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب مع الديمقراطيين، ما ينذر بأن يعكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط الممارس عليه تجاه إيران بفرض عقوبات إضافية أو مراوغة عسكرية جديدة ضدها لإشغال الرأي العام الأمريكي، ما سيجعل طهران تلفظ أنفاسها مستجدية الخلاص من فك الضغوطات الخارجية والداخلية، حيث يتصدع بيتها الداخلي بعد خروج المتحدين للنظام الحاكم الإيراني بعد إعلان الجيش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية. من الصعب التسامح في هذا الحدث المأساوي. أطالب السلطة القضائية الإيرانية بتشكيل محكمة خاصة برئاسة قاضي كبير لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية. محاولة رأب الصدع الذي شقته بعد أن أنكرت إسقاط الطائرة، ما يجعل المخاوف تتعمق من أن تعود طهران إلى قمع الاحتجاجات من جهة ومحاولة تعنتها بعدم التزامها بالاتفاق النووي من جهة أخرى. في هذا النقاش أرحب بسيد ميخائيل نبيل الكاتب والمحلل السياسي عبر استديوهات واشنطن. مرحبا بك معنا سيد ميخائيل. دكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية عبر استديوهات باريس مرحبا بك، وأيضا سيد موسى الشريفي خبير الشؤون الإيرانية عبر خدمة سكايب. سيد نبيل دعني أبدأ معك من واشنطن، ما هي أبعاد هذا التوتر الأمريكي الإيراني في سياق كل التطورات سواء على مستوى الاتفاق النووي الموقع مع طهران أو حتى على مستوى التوتر الذي أعقب اغتيال سليماني؟ شكرا على الدعوة الكريمة، أول مرة أظهر مع هذه المحطة أرجو لها النجاح، وتحية للسادة المشاهدين والمشاهدات وأيضا للسادة الضيوف الكرام. هي قصة ترجع إلى 40 سنة منذ سقوط الشاه محمد رضا بهلفي وحلول الثورة الإسلامية. أصبحت أمريكا هي كوت أن كوت الشيطان الأكبر. إذا عرفت أمريكا على أنها الشيطان الأكبر فبالضرورة ستلحق بأمريكا الكثير من المساوئ. هناك أزمة الرهائن، هناك أزمة ناقلات البترول العملاقة في مضيق هرمز وتأمين ملاحتها، هناك الحرب العراقية الإيرانية، هناك التدخل الأمريكي في الخليج، وهناك أيضا باختصار دونالد ترامب الذي لم يرحب بالخطوات التي اتخذتها إدارة أوباما مع الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بالنووي الإيراني، الاتفاق مع المجموعة السداسية، وأيضا دور إيران الإقليمي في المنطقة سواء في سوريا سواء في اليمن سواء في العراق وليس أخيرا لبنان.
هناك حلفاء طهران الذين اعترض عليهم ترامب. فالرئيس ترامب يجدد العداء للجمهورية الإسلامية في إيران. في فترة الأسابيع الماضية باختصار ظهر هذا العداء في شكل هجمات عسكرية متبادلة. السؤال هو إلى أي متى سيتم هذا التبادل العسكري، ومن هو الرابح ومن هو الخاسر، وما هي النتيجة النهائية له؟ طيب دكتور يونس، أنتقل إليك بخصوص آلية فض النزاع مع إيران بخصوص الاتفاق النووي. ماذا تحمل هذه الخطوة الأوروبية في طياتها وإبعادها بعد 65 يوم من الخوض في تفاصيل هذه الآلية؟ يعني أنا أظن أن الأوروبيين يدركون تماما على أننا نحن أمام حرب مفتوحة وحرب متعددة الجبهات، بمعنى أن فيها الجانب الاقتصادي، فيها الجانب الأمني العسكري الاستخباراتي، وفيها حتى الجانب السياسي بكل ما تحمله هذه الكلمات من في طياتها. فهذا الجانب المتعلق حاليا بالطرف الأوروبي هو فقط يطمح إلى مسألة عدم التصعيد في كل ما يحصل حاليا، لأنه كانت هناك حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران عن طريق الحرب بالوكالة. الجديد هو ما حصل من استهداف السفارة الإيرانية في بغداد، وربما الولايات المتحدة الأمريكية عندها عقدة أو متلازمة إن صح التعبير مع هذه الحوادث المرتبطة بمسألة استهداف السفارات. يعني حتى أنه يعني كانت سابقا في حالة إيران في السبعينات، وحتى حصلت مثلا في ليبيا عندما تم استهداف في بنغازي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كانت من بين الأمور التي عابها الرئيس ترامب في حملته الانتخابية على 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 كلينتون. فكانت هذه هي نقطة التحول. حاليا نحن أمام مفترق طرق حقيقي، بمعنى أن التصعيد يستمر في إطار أن اليوم حتى الأوروبيين يحذرون من أن قدرة إيران على إقامة القنبلة الذرية قريبا سواء في خلال سنة أو خلال سنتين، هذا أمر يعني يجب أخذه بعين الاعتبار. لكن في نفس الوقت يجب أن نشير إلى نقطة هي جد مهمة، أنه ما حصل ربما إذا قمنا بتقييم منذ الاتفاق النووي في 2015 إلى اليوم هو أن مزيد من الضغط، مزيد من العزلة على إيران. بمعنى أنا أذكر على أن عندما تم انتخاب الرئيس روحاني في إيران كتب مقال ونشره في الواشنطن بوست بعنوان الانخراط البناء، تحدث عن كيفية على أن هذا الاتفاق سيكون رافعة بالنسبة لإيران حتى تخرج من عزلتها وحتى تنخرط في المجتمع الدولي بشكل اقتصادي سلس، وبشكل حتى يتم تطبيع علاقاتها إن صح التعبير مع باقي الدول. اليوم هي في حقيقة في مأزق حقيقي. مشروع السياسي لروحاني تم تدميره بحكم على أن السيطرة هي سيطرة للحرس الثوري. في نفس الوقت نلاحظ كذلك على أن حتى الوكلاء الذين تم التعويل عليهم من طرف إيران في منطقة الشرق الأوسط هم حاليا في مرحلة إنهاك. الحوثيين يتم إنهاكهم في الحرب في اليمن، سوريا منهكة بشكل كبير، حزب الله في لبنان الذي كان يراهن عليه هو حاليا يعتبر يمكن أن نصفه بأنه حزب سلطة، هو الحزب الحاكم في لبنان، يتعرض إلى 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 ثورة داخل لبنان وحراك موجه ضده بشكل كبير وضد تبعيته لإيران، على الرغم من التصريحات المساندة لإيران، لكن في نفس الوقت يبدو على أنه عاجز وغير قادر على تقديم أي شيء بالنسبة للطرف الإيراني. إذا توقفنا عند هذه النقطة يجب على أن ندرك على أن هناك مسارين لا ثالث لهما، إما مسار يعني عسكري وأنا أظن أن هذا سوف يكون صعب بشكل كبير على إيران، أو إما مسار تفاوضي يجب من خلال إيران أن تقدم مجموعة من التنازلات. هنا في نقطة يجب أن نشير لها، هي على أنه في خلال كل هذه الأمور يجب على الأطراف الشرق الأوسطية، وهنا أقصد بشكل مباشر إسرائيل ودول الخليج، أن يكون لها دور، أن يكون لها مقترح، أن تقدم أطروحة في هذا الصدد. لأنه أكبر عيوب الاتفاق النووي لسنة 2015 هو على أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مواقف دول الجوار والدول المعنية بالتهديدات الإيرانية، وهي دول الخليج والدول وإسرائيل، واهتم فقط بمسألة أن يكون هناك اتفاق ربما قد نسميه اتفاق ضمني غربي بين دول غربية وبين إيران. ففي ظل عدم وجود أطروحة أو ما يمكن أن نسميه متفق عليه بين هذه الدول، ستظل كل السيناريوهات مفتوحة، لكن سيظل الطرف الشرق أوسطي خاسرا في هذه المعادلة. نعم سيد موسى، يعني خارجيا وداخليا ما يجري من ضغوطات على النظام الإيراني، هل هي كفيلة بتغيير سياسات هذا النظام برأيك، أم أنها لم تصل حد أن يقوم هذا النظام الإيراني بتغيير سياساته في المنطقة؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني هي أكبر مشكلة للنظام الإيراني أنه
يعني جعل لنفسه يعني نوع من الهوية وبني على هذه الهوية، وهي هوية الإسلام السياسي المعادي للولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما يريد النظام أن يتخلى من هذا الشعار وهذا المشروع الذي حقيقة هو يعبر عن هويته الأساسية، يعني النظام الإيراني رفع يعني تصدير الثورة، لكن تصدير الثورة لم يتم من خلال أي إنجاز حتى هذه الثورة تكون نموذجا للدول حولها، مثلا نموذج ديمقراطي ناجح، نموذج اقتصادي ناجح، أو حتى نموذج بالعلاقات الحميمة أو الحسنة مع الجوار. لم يكن لديهم أي شيء من هذا النوع كي يتمكنوا من إصدار الثورة، فبالتالي اعتمدوا على تصدير العنف والمراهنة على وكلائهم من جيوب من الشيعة من هنا وهناك. لكن هذه أيضا اصطدمت بواقع مرير، وهو كلف المنطقة بأسرها خسائر كثيرة، بحيث المنطقة كلها اتفقت على كلام واحد وهدف واحد، وأنه إيران دورها مزعزع في المنطقة، حيث شعرت الولايات المتحدة وأخيرا شعرت الدول الأوروبية بهذا الواقع، بأنه إيران مزعزع. الآن كان تصريح للمسؤولة الوزيرة الألمانية ميركل تقول كلما فات الزمان كلما تبين دور إيران المزعزع، بعد ضرب الطائرة الأوكرانية وبعد هذه الهجمات التي تمت على يعني معسكر عين الأسد وغيرها. فبالتالي يعني العالم كله يعني يصل إلى شيء مشترك، وهو إيران مزعزعة للاستغراق في المنطقة. كما تفضل ضيفكم، نعم، يعني الاتفاق النووي كان بمعزل عن مداخلات إيران، وإيران كانت تلح على الولايات المتحدة أن يكون الاتفاق النووي عبر يعني عبر وساطة عمان، كانت تلح بأنه الاتفاق النووي يجب أن يتم دون معرفة السعودية والإمارات والدول المجاورة لإيران. لماذا؟ لأن إيران كان تقدير الإيراني يعني إذا تم الاتفاق النووي سوف تترك الولايات المتحدة إيران يعني تلعب بالمنطقة كما تريد. لكن هذا لم يكن يعني رأيا صائبا، لأن المنطقة أكثرهم حلفاء، المنطقة لا تريد إيران بهذا الخطاب وبهذا المنطق الذي لا يمكن له اليوم أن يسوج في المنطقة، منطق يرفض الدول ويرفض الشرعية الدولية ويرفض يعني حاكمية الدول، ويتبنى الميليشيات ويريد يزعزع أو يبني دولة في بطن دولة. يعني إيران تحاول أن تبني كل دولة داخلها دولة في الظل وتتحكم بها، كما تحكمت في لبنان، كما تتحكم في العراق، وأرادت لليمن هكذا، وتريد للبحرين هكذا. فهذا حقيقة لم يطيق أحدا، هذا لا أحد يقبله، والمجتمع الدولي يعني وصل إلى حقيقة أنه هذا الخطاب هو مدمر للمنطقة، وبالتالي يضر بالمنطقة، وهناك يعني تحدث حروب استنزافية طائفية شيعة سنة وغير ذلك، والمنطقة لا يمكنها أن تتحمل كل هذا العبء بسبب الوجود هذا النظام وخطابه. يجب على النظام أن يغير خطابه، وأنا أعتقد النظام ما زال بالتصعيد. اليوم الحرس الثوري رفع الستار عن مدينة الصواريخ، وهذا طيب سيد موسى، سنعود إلى نقطة الحرس الثوري الهام أيضا فيما يتعلق بهذا النقاش، ولكن سيد ميخائيل أنتقل لك من جديد. يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى على استراتيجيتها الواضحة بالضغط اقتصاديا والتلويح عسكريا كما جرى باغتيال سليماني، أم أنها ستتبع استراتيجية أخرى عام قبل الانتخابات الأمريكية؟ لا، هي طبعا هتتبع استراتيجية تزيد من الضغوط على النظام الإيراني، وحضرتك ذكرت اقتصاديا، نعم، لكن أيضا عسكريا واستراتيجيا وإقليميا. هي سياسة احتواء مشابهة لسياسة احتواء الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة ضد الشيوعية. فأهم حاجة أن في خطوات ترامب في التعامل مع إيران لن يتردد في استخدام القوة العسكرية. هذا أمر يجب أن يكون مفهوم ليس فقط لدى حكومات وشعوب منطقة الشرق الأوسط، بل لأوروبا أيضا ولروسيا وكل الأطراف. فالسؤال هو
هل ترامب سيستخدم قوة عسكرية بأسلوب مكثف أم بأسلوب انتقائي selective targeting؟ ما هي السيناريوهات المحتملة لمواجهات عسكرية أمريكية محدودة؟ هذا يعني أنه سيعود بقوة الشرق الأوسط سيد ميخائيل. يعني استراتيجية ترامب في السنوات الماضية كانت تتحدث عن نواياه للانسحاب من الشرق الأوسط وترك هذه الحروب، هل هذا يعني أن ترامب وبعد اغتيال سليماني سيتخذ خطوات معاكسة لما أراده للعودة بقوة في الشرق الأوسط، يعني بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي يقودها هذا الطهران؟ أولا ترامب عندما ذكر أنه يريد أن ينسحب من الشرق الأوسط كان يريد أو يعني الحروب التي بدأتها إدارة بوش، إنه هو خصم لعائلة بوش، هو ينافسهم على زعامة الحزب الجمهوري وعلى أمور أخرى في مجال السياسة. فهو كان يتحدث عن أفغانستان، كان يتحدث عن الحرب الدولية الكونية ضد الإرهاب وكيف تصبح أكثر فاعلية، وأيضا العراق، لكنه وجد أزمات أخرى. فإذا كان هناك تغيير في طريقة تفكير ترامب هو الموقف الخاص بالعراق، لأن هو ماضي في الانسحاب من سوريا. بالعكس، ده هو الخطوات اللي حدثت أخيرا، الهجوم على السفارة الأمريكية ومصرع سليماني، كلها تؤكد على صحة موقفه أمام البنتاغون فيما يتعلق بسوريا. أي ليس لي أي أمر بالشأن السوري، دع بوتين يتناول الملف السوري ويخبرني بأي تطورات تحصل ما بينه وبين الأسد وما بين الأكراد وما بين الأتراك. فالقضية أصبحت أولويات استراتيجية أو استراتيجيك برايوريتيز لترامب شخصيا، وهو يوظف قوة أمريكا العسكرية في هذا. تلك الملفات الهامة الساخنة أمران، العراق وإيران، هذا ما سيركز عليه ترامب، ولن يتردد في الضغط على بغداد وطهران سويا أو كلاهما من أجل أن يحقق نصر للناخب الأمريكي. نعم. طيب دكتور يونس، أعود إليك من جديد، ما هي خيارات الدول الأوروبية في التعامل مع تطورات الأزمة الإيرانية التي كادت أن تحمل في طياتها تصعيدا عسكريا سيؤذي كل المنطقة، أو حتى تصعيدا على مستوى الاتفاق النووي الذي وتحدثنا عن ذلك قد يؤدي في نهاية الأمر إلى حصول طهران على قنبلة نووية إن لم يحدث تغييرا دراماتيكيا في هذا الملف؟ يعني أنا أظن أن الدول الأوروبية حاليا بدأت تدرك على أن هناك متغير حقيقي مهم في العلاقة مع إيران أو في مواجهة إيران، اللي هو وصول الرئيس ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا متغير حقيقي ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار. يعني مثلا قاسم سليماني هذا مطروح من قوائم الإرهاب الأمريكية منذ سنة 2007، ولم يجرؤ أي رئيس أمريكي على تنفيذ عملية اغتيال ضد سليماني إلا الرئيس ترامب خلال هذه السنة، خلال سنة 2020. الحرس الثوري لم تصنف منظمة إرهابية إلا السنة الماضية. هذه كلها تثبت على أن هناك فعليا حزم شدة من طرف الإدارة الأمريكية، لا تريد أن تكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة، لكن في نفس الوقت تسعى بسياسة الضغط القصوى إلى إقامة عزلة حقيقية على إيران وإجبار إيران للخضوع لمجموعة من الشروط الغربية. بالنسبة للطرف الأوروبي حاليا، هناك اقتناع من خلال كل ما يحصل حاليا من اجتماعات في بروكسل على أن الاتفاق النووي لسنة 2015 قد ولى ولا يمكن الحديث عليه في الظرفية الحالية، وعلى أن ما يمكن أن نبحث عليه في الوقت الحالي هو فقط هدنة بين هذه الأطراف حتى يتم على الأقل خلق جو يمكن فيما بعد نقاش حول مفاوضات غير مباشرة، إما عبر وساطة أوروبية أو حتى ربما عبر وساطة إقليمية، قد يكون لبعض الدول الخليجية دور فيها أو لبعض الدول الإقليمية دور فيها، لكن كل هذا مرتبط بالانتخابات الأمريكية المقبلة، بقاء أو عدم بقاء الرئيس ترامب، وفي نفس الوقت مرتبط بهل سوف تقبل إيران الجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات بشروط الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا هو ما يمكن أن نأخذه في هذه المرحلة، على الرغم من أن هناك ظرفية صعبة تعيشها إيران على المستوى الاقتصادي، هناك ضغط كبير من طرف الشعب الإيراني، وعندما نقول أن هناك ضغط كبير من الشعب الإيراني هذا لا يعني فقط على مستوى النظام، بمعنى أنه في إيران هناك فعليا نظام إسلامي شيعي يحكم البلد، لكن هناك هوية قومية فارسية كبيرة
الكبير على المستوى الشعبي هي من تخرج حاليا وتطالب على أن النظام أصبح خاسرا على كل الأصعد. هو خاسر على المستوى الداخلي بحكم أنه عاجز عن تحقيق تنوع اقتصادي، عن تحقيق تنمية، لكن في نفس الوقت سياسته الخارجية أصبحت تجلب المشاكل لهذه الدولة أكثر منها تجلب لها حلول أو توسع أو نفوذ في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية على وجه التحديد. طيب سيد موسى، يعني أنت تعلم من أين تؤكل الكتف في إيران وحتى بخصوص النظام الإيراني، ولكن هل يمكن أن تدفع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية النظام إلى تغيير سياساته؟ حتى اللحظة هذه السياسات الأمريكية التي بدأت منذ الانسحاب من الاتفاق النووي وصولا بالعقوبات الأمريكية حتى توجيه ضربة لأحد أقوى رجال إيران. نعم، يعني الآن بدأت أصوات داخل إيران مثلا تطالب بالمرونة، تطالب ب يعني الانسحاب من المواقف الثورجية. يعني كان بالأمس أحد الإصلاحيين يعني أرسل رسالة لخامنئي وقال له أن البلد سينهار. لا تنسى اليوم الرابع في مظاهرات في إيران، لحد اليوم لحد الساعة وأنا أتكلم معكم هناك مظاهرات في طهران، مظاهرات يعني كبيرة، ليس مظاهرات يعني هنا وهناك، في شيراز، في أصفهان، هذه المدن الكبرى، في تبريز، هذه المدن هي التي غيرت النظام الشاه. فبالواقع النظام الإيراني يواجه ضغط شديد من الداخل، من العراق، الآن اليوم الشعارات كانت في طهران، من طهران إلى بغداد ثورة ثورة، يعني ارتبطت هذه العلاقة بين الثورة العراقية والثورة الإيرانية ضد النظام وضد توسع النظام. الشعارات كانت ضد الحرس الثوري. النظام لربما النظام يلجأ إلى وجوه أخرى، يعني وجوه إصلاحيين، لأن الإصلاحيين ما زال عندهم بعض الرصيد داخل إيران، يعني مثلا خاتمي غيره، في شخصيات ما زالت يمكن للنظام أن يستخدمها، يعني صفوف أمان مثل ما نقول، ويخرج بها للتفاوض مع الأمريكا. الظرف الذي حصل، ولكن ما الذي سيدفع الإيرانيين سيد موسى إلى أن يقوموا بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني رفضوا ذلك سنين طويلة في إدارة ترامب وتحملوا الضغوطات، ما الذي سيدفعهم في هذه اللحظة للخروج والتفاوض مع واشنطن؟ نعم، لا تنسى النظام الإيراني كان بأيام الإصلاحات، أيام خاتمي اللي طالت تقريبا 8 سنوات، كانت يعني الكلام عن المفاوضة مع الولايات المتحدة يعتبر تهمة وخيانة ومحاكمات تمت عليه بعض الأشخاص. لكن يعني رأينا النظام عندما ضغطت عليه الولايات المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أيام أحمد نجاد، تنازل 180 درجة، تغير موقف النظام ودخل في تفاوض مع الولايات المتحدة. الآن اليوم الوزير البريطاني تكلم وقال مطالب ترامب هي يمكن أن تكون البديل للاتفاق النووي. يعني بريطانيا بدأت علنا تتكلم أن ما يطرحه ترامب هو اللازم يكون بديل. الأوروبيين يتقربون شيئا فشيء يعني للولايات المتحدة، وبالتالي اعتقد النظام صح أنه ضربة قاسم سليماني ضربة كسرت هيبة النظام في المنطقة وفي الداخل الإيراني، لكن هذه الضربة فيها إيجابية للتغيير داخل إيران، لأنه السليماني كان يعتبر من يعني الجهة المتطرفة لا تريد المفاوضات مع الولايات المتحدة، وكان له نفوذ كثير داخل الدولة الإيرانية. فيعني حذف سليماني يمكن يوفر الطريق لجهة معتددة ممكن أن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت شعار ثاني، والنظام بإمكانه. طيب هذه النقطة، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة سيد ميخائيل أنتقل إليك وأختم معك بها، اغتيال سليماني وما تبعه من تداعيات سياسية وحتى ميدانية، هل سيدفع ترامب أن يكون أكثر لينا في مواقفه تجاه النظام الإيراني أم أكثر صرامة حتى من نواحي عسكرية؟ بالطبع أكثر صرامة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، وسيزيد من سياسة أمريكا لاحتواء إيران مع عدم استبعاد هجمات أو هجوم أمريكا عسكري على أهداف إيرانية معينة يكسب بها المعركة ترامب استراتيجيا وأيضا انتخابيا. ولكنه سيد ميخائيل يعني قال الحمد لله، يعني كما نقول في اللغة العربية، عندما لم يتم وجود قتل أمريكيين أو استهداف جنود أمريكيين. هل تعتقد بأن سياسة الصرامة في التعامل مع الجانب الإيراني بأن سيخاطر ترامب من جديد، والتي قد تحمل في طياتها تصعيدا عسكريا أكبر من الذي جرى خصوصا في عام انتخابات؟ قد
قد يكون هناك تصعيد أمريكي عسكري أكثر اعتمادا على كيف ستكون مسار العلاقات ما بين طهران وواشنطن. لو أمريكا حست أن هناك خطر على الوجود الأمريكي العسكري في العراق سيتشدد ترامب شخصيا تجاه حكومة بغداد والنظام الإسلامي في إيران ولن يتردد في استخدام القوة. فالسياسة الأمريكية الحالية مع إيران أصبحت مربوطة استراتيجيا مع الوجود الأمريكي العسكري في العراق. جزيل الشكر سيد ميخائيل نبيل الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. أشكرك أيضا دكتور يونس الفلاح أستاذ العلاقات الدولية من باريس. وأشكر أيضا ختاما ضيفي عبر خدمة سكايب سيد موسى الشريفي خبير ومختص الشؤون الإيرانية. مشاهدي الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونواصل نشرة هذا المساء في القوانين.